العافية إن شاء الله. حاج الله يشافيكم وما ترخيش نفسك، الله يبارك فيك. احنا ما ننساوش الوقفة اللي كتبقي مع جميع الصحفيين. شكرا، هذاك واجب واجب. ترجعي لنا ان شاء الله بالسلامة. ان شاء الله الله يخليك. بارك الله فيك. إذا هذه الغرفة التي ترقد فيها مندوبة الاتصال بمدينة مكناس فاتحة الدبجي. وحسب المعلومات التي نردها الآن هناك بعض الجرائد التي تحدثت عن هذا الحدث الذي بطبيعة الحال كما تتبعنا منذ قليل زيارة بعض ممثلي المنابر الإعلامية بمدينة مكناس. الآن زوج السيدة الفاضلة فتحة الدبجي والذي سوف يقرب المتلقي والزملاء الصحفيين من حالتها الصحية. الحالة على حسب الطبيب الجراح للعملية بأن الحالة الحمد لله دازت مزيان وتنتسنى باش تفيق بالبنج ديالها. خلاص حسب ما تناولته بعض الزملاء ان الحادثه كانت يعني في اطار مهمه تقوم بها في مدينه الرشيديه، يعني ربما لو كنتم يعني معها او احد الافراد يحدثنا كيفاش اجرت هذه الحادثه. ف وعلى حسب هي نعم مشات متروجه كل شيء نعم هي غير حسب ما تناولت حسب ما مع عنكم كاين شي المشاركين كاين ولا مشاغبين ولا كانوا فوق نعم الباريير نعم والحاجز وذاك الحاجز وذاك الحاجز طاحوا عليها وكانت سقطة للوراء الحاجز اللي طاح عليها الناس يعني كثرة الازدحام اللي كان الناس طاحوا عليها طاحت يعني طاحت للوراء الوراء نتمنوا الشفاء اخت فتحة الدبجي هي اخت الجميع وام الجميع